قدام مقطع جديد من البيبسي الربع. مرحبا شباب، وياكم عبد الرحمن من قناه عبدان يوتيوب. طبعا اذا اول مره تتابعنا فلا تقصر لايكك اشتراكك تفعيلك للجرس واكتب لي تعليقك كثير. مستمرين بسلسله الميم مثل ما تدرون، البارحه بالبث المباشر اللي ناشره عن بالقناه، البارحه نزلت، اللي حضر حضر واللي ما حضر راحت عليه. نسوي اتفاقيات بالبثوث حتى شنو نرتب جدول المحتوى. اليوم الحلقه برعايه هذا الحساب اسمه عبود، لكن هو اسمه الحقيقي حسب ما قال لي الولد. دزني مجموعه ميمزات وقال لي عبد الرحمن عليك تشوف ذن الميمز واقسم انه انت راح تضحك عليه. فنشوف اليوم رد فعلنا على الميمز اللي دزه عبود، وشكرا لتواجده. واي احد يريد ينزل لنا مقاطع ميمز مقاطع حلوه يدز لي اياهن على الديسكورد الانستغرام التيك توك، هي موجوده في اللينكين في صندوق الوصف. وما اطول عليكم، لايك اشتراك، بلش بالميمزات اللي دزنا عبود. ابوك اذا قال لك تعال الغرفه بكلمك بموضوع، انا اليوم لبسك قلت لكم ما اخذ. انا ابوي ما يسوي الشيء هذا، ما حد يوم صاحي على غرفه. بارد 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 بارد، ما حبيت. اضحك، شوف غير. شنو شغلك؟ والله قاعد. اي خوش شغل هذا. هلا. عافيه عاش ايدك. ايوه بس تسوي. هذا تفضل. ليش قاعد؟ والله شات عنده بصيه وفلشون للامانه. ليش قاعد انت؟ بس لانه فلشوك وها هي؟ فلشون كان موقع وهسه قاعد فتره وان شاء الله لحد ما يقالب وكان. يعني ليش قاعد؟ اضحكني يلا. ليش قاعد؟ ليش قاعد؟ تابع الفيديو مو؟ سوي لنا لايك. تحب تقدم رساله؟ والله للكل للكل، يعني مستحيل واحد يفضل زوجته على مرته. ما ضحكت ما ضحكت، ما تعتبر ضحكه، والله عادي يعني. مستحيل واحد يفضل المرته على زوجته. اوك الحسنات. الله اللهك او اهك او اهك الله. الله 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 يعني ها كان شويه في مجال يضحكني، والله كان في شويه مجال يضحكني، ما اعرف شلون نزلت نفسي غيره. فيديو والله يجنن الباع. ايه هلا اولا الزقه بلع ابلع. هاي فيديو كان وقف شعره، لا ما تعتبر ضحكه. اوه خطيه خطيه والله خطيه. هاي كذا والله كمان ما تحمل هالنوال. Thank you. Atreus, no. Yes, no. Atreus. اللقطة والله زين. بعد فجأة فورتنايت كمل مستمرين. ساعات براسك كثير حاط سايبر، والله عامل لك تاخير السايبر. هلا 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 هلا. يعني بس هون الله ما بيها حقوق الأغنية، يعني إذا بيها حقوق هذا كل ترى تنكتب، هو أنت السبب. أوه
روح 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 هلا 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 خلصت حرامك عبود. ما ضحكتني عبود، عبود ما ضحكتني عبود، ماكو حد لعم يمسي يضحك. نشوف اللي بعده. شو جانا خبر انه هناك تصدعات، تصدعات فممكن ان تنهار، وهي اذا وقعت على الطلبه ما تعال يا عمي شنو. هذه والله هذه لا بس بالطلبه، المهم الطالبات. الحجي بنسي عندي سؤال، لا بس بالطلبه يعني عادي خلي يوقع على الطلبه ويموتون الطلبه كليتهم، المهم الطالبات. الله رب شان قد يحب شان. اللي بعده كفو الله وش فيك علاوي؟ لا لا ما ابتديت بس ايش فيك؟ علاوي وش فيك علاوي؟ اللي بعده انه اول ايام العام الدراسي الجديد. قول مساء الخير، قول مرحبا. مراجل A few moments later. انا ذاهب الى طريق العلم والنور. قتلوني قسم بالله قتلوني والله العظيم. ألا ذاهب إلى طريق العلم والنور، قلت لديس طريق العلم والنور ولا تشرب السجارة. العلاوة تنفينهم البياض. أنا نكمل والله نكمل والله حق. كتب العلم تحت من هذا وتعال معنا لنلعب ونلهو. تقدم إلى الأمام، نحن معك سوف تصل، أنت تستطيع. شرفنا على الارض. مكاسك كامل شلبيت؟ شبيك؟ اهلا بك يا صديقي، اهلا بك يا صديقي. وصلت اليك كلية هم جميع المصاحبي. خذ هذه قبعة التخرجي. وهذا رجاء ايضا. هذا رجاء ايضا. يا ابو شو السالفه خاطر الكعبه؟ مش فيكم ما شايفين؟ لنا صفا واحدا. هذا الطموح انها الوصول الى النهايات، فانت ضبعه بيضاء خطت باحرف من نور رغم الطريق الوحيد.
والله طفل رهيب 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 هذا الطفل ايش قد حافظ يعني حافظ حافظ النص بس يعني اداء بيه طب قوله يا اللي ركب المقطع غير يعني والله العظيم عاد جديده واللي دزع عبده اخيرا يعني طلعتني من طريق العلم وانه خلتني هيك حشاش خلنا نشوف اللي بعد حياكم الله ونلتقي بالحلوين السلام عليكم وعليكم السلام شلون جنة زينة شنو اسمك جنة عشة الأسنان والحلوة وعليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام شنو اسمك محمد علي الربيعي محمد شنو اسمك يعني اسمك فقط يا صف يا محمد أنا اسمي مؤمنة عدد والله العظيم كم نسبة المياه في الكرة الأرضية؟ هواي حلوة عجبهم لكن أنا أريد منك نشيد اللي محضرته إنه شنو أنت إيش حافظة؟ أنا حافظة اسمع المعصومين تفضلي يا طول ايش حمل 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 هذل المقاطع الحلوه اللي بعده صحيحه الزي هذا متفقين عليه او غصبا ما عليكم لبستوا غلط لا تغلط لا مع والدك وعليه فشخ السؤال ايش قد محافظات العراق 12 اتكل على الله حيدر ياسا رابع رابع يعني ايش قد عمرك 14 يوم بدنا نتذوق الطعام بالخشب ده انا اختفيت كم عدد الكواكب في المجموعه الشمسيه كواكب قد انا ما ادري 10 مريض حاليا جسمي كله مشنج راسي سكر صاعد عندي ضغط صاعد عندي سيدنا احمد محمد ابو طحين هذا اسمك كله بعد قولي عشيرتك مش عارف اقول لك ايه بس عجبها انا على الوالد والدي على الوالد والدي بعد قول لي اسمعك انت شو عليك انت شو عليك بسمعك تدري بلاي لا حول الله سيدة غثيثة غثيث تلتقي بالبطل السلام عليكم وعليكم السلام شلونك؟ جيم شنو اسمك؟ فضل فضل السمكة لما نطلعها من المي شنو يصير بيها؟ اشقوها مال الله ينجلكم بوري بس هي من نطلعها من المي تموت لو لا لا كم عمر الإمام الحسين عليه السلام عندما استشهد؟ يعني بشرفكم هذا مو مطيق مو مطيق خلينا ناخذ منك مشاركة عندك أبي وأمي يا ربنا يا ذا الكرم يا وهبا يا وهبا هذا أبي نعم الأبو من أجلنا كم يتعبوا حلوة هنا فطومة شنو حافظة أمي يا حب الناس لأم الفن من الروح تغطيني على من ليلة قامت على مهدي تقطين تغضى علي عيدت إحجاي طالتين البطل هنا شنو حافظين حافظ دعاء بطل دعاء اوكي يا الهي يا رافع السماء احفظ ابي وامي وكل اهلي يا رافع العطاء رب استجب دعاء يعني هذا يبي يضحك بالبداية نقل اللي بعده حفيدتك الله يخليها لا بتبني يا ان شاء الله النجاح والمال لا هي الصيدلة بيها فلوس والله هي الصيدلة بيها فلوس وين مني الصيدلة بيها فلوس ما يخسرون راح اضربهم عير وقعهم انا اختفيت شلونك
سمعت اللي انا سمعته؟ خير الحمد لله. صحتك طاقتك زوينه امورك ماشي علومك بيت البيت الوالد غير ابوهم مرحبا انا وسهلا اختي الحمد لله شو اخبارك الحمد لله انا وسهلا صحتك الحمد لله والله زين الحمد لله الحمد لله شو اسمك المعز معز ممكن بوسه معز لا حول الله بلا يابا والله عاش شديده قسم بالله يعني عبود صاحب هذا الحساب الفيديو كله تمام ما اسمك لي فوق يابوي مين مقدم من هذا الشخص يعني عاش شديده قسم بالله اثلجت قلبي راح اكدني وانا شفت مصاري فشكرا لك كلش وشكرا لكل شخص موجود دي متابع الفيديو وشكرا لكل احد حاليا حيعلقنا على الفيديو يتكافح حتى في نكون وصلنا هنا لنهاية المقطع اتمنى المقطع عجبكم لا تنسوا النهاية لايك اشتراك تفعيل الجرس نشوفكم بالمقاطع الاخرى باي باي